الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا المجلس 15 من مجالس 15 بعد 100 من مجالس سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند حديث عائشة إن الحجرة بعضه من البيت يتكلم عليه، يعني وعلى ما بعده في هذا الباب سلام الأركان، وأن ابن عمر رضي الله عنه قال إن كانت سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد إبراهيم. وقول ابن عمر إني لا أظن عائشة إن كانت سمعت هذا ليس فيه تشكيك في سماع عائشة، لأنه بنى على ذلك حكما شرعيا، وإنما لأن الحكم الذي سيبنيه هو ظني بالنسبة له، احتمالي يحتمل ولكنه ترجح لديه، احتمله ولكنه ترجح لديه. وهذا هو الذي عمل به ابن الزبير فيما بعد، فلما بنى البيت على قواعد إبراهيم صار يمسح بكل الأركان الأربعة، ومع ذلك فالعلماء لم يوافقوه على ذلك، ومعهم الراجح هو قول من خالفه وأنه لا يمسح إلا ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس كل الأحكام. ولما أخبر عائشة رضي الله عنها عن أن أهل مكة لما قصرت بهم النفقة فعلوا ذلك، وبين أنه لولا أنه يخاف أو أن قومها حديث عهدهم يعني بكفر لنقض الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، وجعل وأنزل الباب إلى الأرض، ألصقه بالأرض وجعل لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، لكان ذكر في ذلك الموضع أيضا ومسحت الركنين الشاميين وما كان ربك نسيا. وربنا يعلم أنه سيبنى البيت على قواعد إبراهيم في زمن عبد الله بن الزبير، ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، بل إن البيان أنه يمسح على الركنين الشاميين أولى من بيان أنه يلصق الباب بالأرض، لأن مرور الناس من البيت ليس من شعائر العمرة والحج بخلاف مسح الركنين الشاميين لو كان الصواب مسحهما. وضحت هذه الصورة، وهذا هو السبب القول من قال من العلماء أنه لا يوافق على قول ابن عمر هذا ولا فعل ابن الزبير ذاك. طيب، وهنا عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليمانية أو اليمانية والحجرة في كل طوفه. قال وكان عبد الله بن عمر يفعله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: باب الطواف الواجب. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير، يعني أول ما جاء البيت، أول ما جاء البيت. وجاء في بعض الأحاديث أنه طاف على رجليه وأنه رمل مع من رمل، فإما أن يكون ذاك الحديث فيه نوع من التجوز أنه مشى على رجليه، لأن كونه طاف بالبيت وسعى على بعيره هذا لا شك فيه. وأما الثاني فيحتمل أن يكون إنما يقصد بأنه فعل ذلك يعني أمر به، أو أنه فعلا فعل ذلك في صورة، يعني عندما في القدوم عند القدوم، وهذا كان جميع الناس محرمين،
ولكن عند طواف الإفاضة كان صلى الله عليه وسلم محرما وكان الناس متحللين طواف الإفاضة. وفي طواف الإفاضة لم يؤمر الناس بالرمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرما لكنه كان على بعيره. فالظاهر والله تعالى أعلم أنه يحمل مثل هذا على أنه طاف على بعيره، أن ذلك كان بعد طواف القدوم ركب بعيره وأراهم جميع المناسك وهو على بعيره. والناس اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم هم بدأوا يقتدون به من أول خروجهم، لكن تمام الاقتداء كان في المناسك بعد قدومه إلى مكة، لأن الناس كانوا توافدون وهو في مكة. يعني حتى علي بن أبي طالب جاء وهو في مكة، وكثير من الناس جاءوا في مكة، أما بقية المناسك فإنهم اقتدوا به. فلا مانع من أن يكون المقصود أنه ركب بعيره وأنه عمل في المناسك كلها على بعيره، ذاك ركب معه أسامة بن زيد إلى المزدلفة، ومن المزدلفة ركب معه أو دفع الفضل بن عباس إلى منى، وهكذا كان على بعيره في كل المناسك. ومن تلك المناسك أنه طاف بالبيت على بعيره، أنه طاف بالبيت على بعيره. فقوله طاف في حجة الوداع، فلعله يقصد بذلك طواف ماذا؟ طواف الإفاضة. طواف الإفاضة، يعني طواف في حجة الوداع طوافان فقط، كان طواف القدوم وطواف الإفاضة. فطواف الإفاضة هذا هو هذا الظاهر والله تعالى أعلم، أن ابن عباس إنما أخبر عن هذا، وذكر فيه أنه يستلم الركن بمحجنه. المحجن هو العصا العكاز هذا الذي في آخره ثناء يمسك باليد، فكان عليه الصلاة والسلام معه هذا العصا، فيضع العصا على الحجر وهو على بعيره لا ينزل، ثم ماذا يفعل؟ ثم يعني يضع يده على الموضع الذي أصاب منه الحجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مصرف بن عمرو اليامي، حدثنا يونس يعني ابن بكير، حدثنا ابن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة قالت: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده، قالت: وأنا أنظر إليه. هذا الحديث إسناده حسن، وإن كان في ابن بكير كلام. ما هو الكلام الذي في ابن بكير؟ صدوق يخطئ. وقلنا صدوق يخطئ الأصل فيها أنه يعني هي مترددة، هي جملة قلقة من ابن حجر، وهي مترددة، هي في أسوأ مراتب يعني في أنزل مراتب التعديل، قريبا من مراتب التجريح، ولكنها إلى التجريح أدنى، إلى التجريح أدنى، وذلك في غالب الأحيان نقول بأنه ضعيف. لكن هذا ليس كل من قيل فيه هذا فإنه ضعيف، ومن هؤلاء الذين لا نقول فيه أنه ضعيف يونس بن بكير هذا، ولا سيما في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والحوادث التي تحصل معه وفي المغازي والتي يرويها من طريق ابن إسحاق. كثير من ذلك يعني يحسنه العلماء ويعتمدون على روايته، يعني كثير من المغازي والسير التي يرويها من طريق ابن إسحاق هي من طريقه يحسنها العلماء. وهذا لم يخالف أيضا ما سبق ولا ما يأتي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر بمحجنه، وذكرنا يأخذه بيده، نعم يعني كان يستلمه بمحجنه ويقبل موضع الحجر من المحجن، لكن ما ذكر هنا التقبيل، قالت طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده، قالت: وأنا أنظر إليه، يعني صفية بن شيبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع المعنى، قال: حدثنا أبو عاصم عن معروف يعني ابن خربوذ المكي، حدثنا أبو الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله. زاد محمد بن رافع: ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته. نعم. وهذا الحديث أيضا يقوي ما تقدم،
إسناده فيه فيه نسخة إيش متى؟ يعني فيه نسخة بأن أبا الطفيل إنما روى ذلك عن عبد الله بن عباس، وفي نسخة عن أبي عبد الله رأيته، يعني أن أبا الطفيل هو واسطة وليس هو الذي رأى، يعني في بعض النسخ. على كل حال في الجملة الحديث ألفاظه ثبتت بما سبق، ألفاظه ثبتت بما سبق، والمشكلة فيه ابن خربوذ هذا، فهو يعني صدوق ربما وهم، وكان أخباريا علامة، كان يعرف ب يعني كان هو يجمع السير والمغازي يعرف بذلك، وبالتالي ما كان من هذا النوع فإنه يؤخذ منه فيه، وفيه أنه كان يقبل محجن كما تقدم في يعني حديث أحمد بن صالح، أو في لكن فيه أنه يقبلهم. وفيه ثم خرج للصفا والمروة فطاف سبعا على رحيلته، طاف سبعا يعني بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، الشوط من بين الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس ضبطها غشوه. نعم غشوه. نعم. طيب هذا أيضا فيه ما تقدم من أنه طاف على الراحلة بالبيت وبالصفا والمروة، بالبيت وبالصفا والمروة، وليس إسناد هذا بأقوى من أسانيد التي سبقت، يعني ما هو أقوى من الأسانيد التي سبقت وفيها أنه طاف أيضا بالصفا والمروة، وهذا قد يشكل علينا، بمعنى لأن الطواف الصفا والمروة إنما كان بعد الطواف بالبيت، بعد الطواف بالبيت، فإما أن يكون في الحديث تأخير وتقديم بمعنى أنه طاف بالصفا والمروة وطاف بالبيت طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالصفا والمروة قبل طواف الإفاضة وليس بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة قبل طواف الإفاضة وليس بعده، والظاهر أنه ركب في طواف الإفاضة وليس في طواف القدوم. الآن بقي احتمال حتى نقبل حديث أبي الزبير هذا، أبو الزبير مع أنه صرح بالسماع هنا إلا أنه في نفسه فيه مشكلة، في يعني هو صدوق، لكن مع ذلك يمكن أن يقال أيضا كاحتمال أخير في المسألة أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل رمل مع من رمل من الناس، ثم لما يعني تركهم وأمرهم أن يمشوا أنه ركب عليه الصلاة والسلام، فربما يكون طاف بعض الطواف ماشيا ثم إنه ركب لما يعني أمر الناس بأن يمشوا، هذا محتمل أيضا بحيث يجمع بينه وبين هذه الرواية بالذات، وهي أنه طاف بين بالبيت وبين الصفا والمروة، ونحن نقول قد يكون طاف بين الصفا والمروة راكبا بعد أن قدم بعد طواف القدوم، ثم بعد ذلك طاف بالبيت، وهذا لا مانع منه، لأن المقصود هو ليس الترتيب وإنما المقصود ذكر هذه الأركان. قال فيه في هذا الموضع ليراه الناس، وهذا لا شك فيه، وهذا لا شك فيه، وقد نص على ذلك عليه الصلاة والسلام وقال لتأخذوا عني مناسككم، قال وليسألوه، لأن الذي يكون بينهم يصعب عليهم أن يسألوه لأنه سيجتمع عليه الناس، وكان الناس لا يدفعون عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما حصل فيما بعد، يعني لما اجتمع الناس كثيرا، ولا سيما بعد ذلك صار الناس يجتمعون على الأمراء فيدفعون عنهم،
كان الناس لا يدفعون عن النبي عليه الصلاة والسلام، فربما كان فيهم الأعرابي، وربما كان فيهم من فيه شدة وغير ذلك، فركب عليه الصلاة والسلام لأن الناس غشوه، يعني أنهم اجتمعوا وأطافوا به وأحدقوا به، فارتفاعه يهون عليه الأمر ويعني لا يؤثر، لا يؤذيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. هذه الرواية إسنادها ضعيف، وفيها من يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، كبر فصار يتلقن وكان يتشيع، كان شيعيا، وهذه الرواية فيها زيادة أشار البيهقي إلى نكارتها، وهي أنه عليه الصلاة والسلام يشتكي، قدم مكة ويشتكي فطاف على راحلته، فطاف هذه الفاء السببية، يعني أن علة الطواف على الراحلة المرض أو الشكاية التي كان يعني مرض، وهذا الإسناد لا يقوى على إثبات هذا، ولكن المحقق ذكر شيئا. نعم، قال هنا: وأخرج عبد الرزاق من طريق الطبري في تهذيب الآثار من مسند بن عباس عن الثوري، سقط من مطبوع عبد الرزاق اسمه، عن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض، فطاف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه. هذا قاله مرسل، رجاله ثقات. ثاني أيضا من طريق طاووس، من طريق طاووس، الأول عن سعيد بن جبير، مرسل سعيد بن جبير، ثاني من طريق طاووس عن أبيه، من طريق ابن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته وشاك يستلم الركن بمحجنه ثم يقبل طرف المحجن، وهو مرسل، رجاله ثقات أيضا. والحديث لا يصلح أن يكون شاهدا لشيء، لا يصلح أن يكون شاهدا لشيء، وكما قال الإمام أحمد: المنكر دائما منكر، لا يعني لا تسقط عن النكارة بشاهد، وإلا فإن أردنا أن نثبت الشكاية نثبته بالمرسلين إن لم يكن فيه خطأ في الرواية خطأ يعني، ولا نثبته بحديث يزيد بن أبي زياد، واضح؟ وإلا فقد صرح عليه الصلاة والسلام بأنه لتأخذوا عني مناسككم، إنما صعوده من أجل أن يأخذوا عنه مناسكهم، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. يعني هذه الرواية تكفي وتغني في جواز الركوب للمشتكي للمريض، تغني عن الرواية المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أقرها عليه الصلاة والسلام، بل أمرها أن تركب وأن تطوف من وراء الناس، ففعلت وطافت وكانت تطوف، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تطوف يقرأ، يصلي ويقرأ بالطور. إذن هذا الحديث يغني عن الحديث المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إسناده صحيح وذاك إسناده ضعيف فلا يضر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاضطباع في الطواف. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر. هذا الحديث فيه ابن جريج وعبد الملك، وهو عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، وما صرح به
التحديث قال عن ابن يعلى عن ابن يعلى. والظاهر والله تعالى أعلم، وطبعا هذا تدليس، هذا ومدلس، فالإسناد بذلك يكون ضعيفا، والواقع أنه لم يسمعه منه، بل بينهما راو وهو عبد الحميد بن جبير. احنا ذكرنا هذا فيما سبق، فيما أظن تقدم معنا هذا وعينا هذا الراوي بالذات، ولكن هذا الراوي ثقة، هذا الراوي ثقة، فالإسناد ضعيف بحاله هذه، لكن عند الرجوع والتأكد وجد أن الواسطة بين ابن جبير بين جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وبين ابن أبي يعلى أو بين ابن يعلى هو ثقة، وبالتالي يعني اللي هو عبد الحميد بن جبير فلا يضر إسقاطه، والتدليس يعني يزول بمثل ذلك أنه سمعه منه، لأنه سمعه منه. فإذا الحديث عاد صحيحا بعد أن كان الإسناد على صورته الموجودة عليه ضعيفا. أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا ببرد أخضر، ببرد أخضر، والألوان لا إشكال فيها، طالما أنه ليس مزعفرا، ليس معصفرا بالزعفران ولا بالورس، فإنه يأخذ اللون الذي يشاء. كان أفضل الألوان البياض، أما إن طاف ببرد، البرد هو يعني كساء غليظ، كساء غليظ البرد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام طاف به، مع أن كما تعلمون مناخ حار جدا، لكن كانت أكسيتهم شديدة، كانت أجسامهم قوية، ما كانوا يعني يتنعمون التنعم الذي نجده الآن، يبحثون عن أرق الأقمشة من أجل أن الحر الموجود وكذا، بل كانوا يلبسون الأكسية الغليظة رغم شدة الحر ورمضاء مكة. ومطبعا الاطباع هو أنه يضع طرف الثوب على كتفه الأيسر، ثم يمره من وراء ظهره ويلقيه من أسفل ضبعه الأيمن تحت الإبط، ثم يلقي الطرف الآخر أين؟ يعيده فيلقيه على كتفه الأيسر، فيبقى الكتف الأيمن مكشوفا، فسمي طباعا لكونه يضعه تحت ضبعه، تحت العضد والإبط. إذن أول الرداء يكون أين؟ يكون على الكتف الأيسر، ثم يلقي هذا الطرف، ثم يلقي ما بقي من وراء الظهر ويمره من تحت إبطه، ثم يلقي الباقي ما تبقى وين؟ على يساره، فيبقى الكتف الأيمن مكشوفا. نعم، ولاحظوا أنه أخضر، يعني بعض الناس عندما يرى المعتمر يلبس ثوبا مخططا، يعني إزارا أو رداء فيه خطوط، يقول له أنت يعني يظن أن هذا يضر في الإحرام، وهو أبيض لكن فيه خطوط، حتى لو ما كان أبيض، حتى لو كان أخضر فإنه لا مانع، لا يضر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سلمة موسى، حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. يعني هذه الصورة هي صورة تصور لنا بالضبط كيفية الاطباع، تصور لنا كيفية الاطباع. وعبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق، وبالتالي فإنه يعني فإن الإسناد فيه حسن والمعنى يوافق ما تقدم. إيش؟ حديث هو صحيح لغيره، صحيح لغيره، ما هو حسن، لا صحيح لغيره، إسناد ضعيف وهو صحيح لغيره، إسناد لم يتغير بمجرد إسناد هكذا، أصلا فيه انقطاع، لأن الراوي بين عبد الملك بن جريج وبين ابن يعلى ساقط، ففيه انقطاع هذا، وفيه تدليس واضح وظاهر
وظهر فيه لكنه تدليس، لكن هذا التدليس غير مذموم، وما أسقط الراوي لضعفه، ولكنه أسقطه إما اختصارا وهذا يقع كثيرا منه، وإما لشيء آخر، بل هو صحيح لغيره، المعنى ثابت بهذا الإسناد وبغيره، هذا الإسناد غير إسناد الحديث له أكثر من إسناد. طيب، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أصحابه من الجعرانة، هذه العمرة كانت بعد الفتح مباشرة، والجعرانة كنا ذكرنا أنها يعني كنت ذكرت أنها في الجهة الشمالية الشرقية، وأحد الإخوة يعني ذكر لي ما أشكل عليه ثم غيرنا، لا هو الواقع كما ذكرت، هو في الجهة الشمالية الشرقية، نعم الطائف في الشرق، لكن هم كانوا يذهبون إلى الطائف يرجعون، يعني الطريق إلى الطائف ما كان من مكة مباشرة إلى الطائف، لأن هذه الطريق طرق صعبة جدا، وإنما كانوا يعودون باتجاه الشمال من جهة الجعرانة، اتجاه الشمال، والجعرانة هي يعني شمال شرق كما ذكرنا في البداية، يعني يتجهون إلى الشمال ثم يتجهون من وراء الجبال العالية التي بين مكة والطائف ويلتفون باتجاه الشرق، يلتفون باتجاه الشرق كما نحن الآن، مكة خلفنا وتمشي بعد مكة باتجاه كأنك باتجاه المدينة، ثم بعد ذلك لما تنتهي من الصخور العالية وكذا تتجه إلى اليمين، تصبح المقابر عن شمالك وتتجه باتجاه اليمين وتكون جعرانة في اليمين، إذن هي في الشمال الشرقي. فلما رجعوا من غزوتهم ومن أوطاس ومن غزو الطائف، من حصار الطائف، رجعوا إلى الجعرانة وجمعوا الغنائم هناك، وبقيت الغنائم هناك، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم يستأني بهوازن لعلها تسلم، كانوا أخواله. الشاهد من كلام أنهم لما أطال بهم العهد وما جاءوا أمر أصحابه فخرجوا من الجعرانة فاعتمروا من الجعرانة. ما السر في أنهم اعتمروا من الجعرانة؟ مع الأصل أنه إذا مر الحاج من ميقات فإنه ينبغي عليه أن يعود إلى ذلك الميقات الذي مر منه، والسر في ذلك الجعرانة هي أبعد المواقيت عن البيت، أبعد حدود الحرم، يعني أقربها التنعيم وأبعدها الجعرانة. فالسبب في ذلك أنه كان في الجعرانة ثم أنشأ نية في العمرة في موضعه، ما كان له نية أصلا ولا كان لأصحاب نية أن يعتمروا، فلما أنشأوا النية من هناك اعتمروا من الموضع الذي هم فيه. أما إذا أنشأ الإنسان نية من الحرم ولم يكن له نية حج ولا عمرة ولا غير ذلك فإنه يعود إلى التنعيم. أما إذا كان عنده نية حج أو عمرة وتجاوز الميقات فعليه أحد شيئين، إما أن يعود إلى الميقات الذي مر منه ولو كان ذا الحليفة، ما يعود إلى أقرب ميقات، إلى الميقات الذي مر منه، أو أنه يدفع فدية بدلا من ذلك. إذا اعتمروا من الجعرانة، وطبعا الجعران هي الضبط الصحيح والضبط الأجود، وبعضهم يضبطها الجعرانة، وهذا ضبط ضعيف وموجود، يعني مستعمل عند العرب، يعني العرب استعملوا الجعرانة بكسر وتخفيف، واستعملوا الجعرانة بكسر العين، الجعرانة بإسكان العين والتخفيف، والجعرانة بكسر العين والتشديد، وهي أضعف واللغة الأقوى والأرجح الجعرانة كما ذكرناها نحن. فرملوا بالبيت أي يعني لم يمشوا، وإنما هو مشي وفيه نوع من الإسراع، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، والرمل هذا كان ثلاثة أطواف فقط، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. هذه الصورة فيه نسخة قد قذفوها بدل ثم، يعني وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم، وهذه النسخة يعني يصبح عندنا ليس هناك ترتيب، يعني قذفوها على
يعني قذفه على الشمال ثم تحت الإبط أو تحت الإبط ثم قذفه على الشمال، هذا محتمل وهذا محتمل. نقف عند هذا الحد، نأخذ بعض الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أحسن الله إليكم وغفر الله لكم ونفعنا بما قلتم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله عند الكلام عن جبال مكة أن جبل ابن أبي قبيس يقع لجهة الركنين اليمانيين، وأن المشركين كانوا قد وقفوا عليه في عمرة القضية. لا هو جبل، الجبل الذي وقف عليه المشركون لم يكن من جهة الركنين اليمانيين، بل كان من جهة الركنين الشاميين. فإذا كان صدر مني هذا خطأ، هنا أخطأت، ووقفوا على الجبل وكان الجبل من جهة الركنين الشاميين. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأن يرملوا، كان أمرهم بأن يرملوا من الركن من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ثم يمشون، فكان مشيهم من بين الركنين اليمانيين لا يراه المشركون وهم على جبل أبي قبيس. نعم، انتهي السؤال. طيب، يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يستفاد من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبيت ويغتسل بذي طوى عند قدومه مكة أن ذلك سنة، ذلك أن في الحديث ذكر الاغتسال زيادة على المبيت، ألا يدل ذلك على أنه مقصود لذاته؟ أما الاغتسال فنعم يستحب الاغتسال لدخول مكة، هذا صحيح، ما في مشكلة. لكننا نفرق بين هذا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم يغتسل، بل بينما كان في كل يوم يبيت، يعني كل يوم من الأيام التي خرج في نهايات ذي القعدة، ووصل يعني خرج ربما في 25 أو 26 من ذي القعدة، وهو في كل يوم يبيت في مكان، لكن ما كان في كل يوم يغتسل. واضح؟ فالاغتسال لدخول مكة لا مانع منه، وهذا يعني يستحب، وهذا معنى صحيح. وأما إذا كان السائل يقول بأنه يعني اقترن هذا بهذا، يعني هو بات واغتسل، دليل الاقتران ضعيف عند الأصوليين. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: من اشترط وأحصر يفدي؟ من اشترط وأحصر بمعنى أنه لما لبى بالنسك، لما أهل بالنسك قال لبيك اللهم عمرة أو حجا، ومحلي من الأرض حيث حبستني، فحبس إما بعدو أو منع من الدولة أو منع من سبب يمنعه من لا يمكنه معه أن يؤدي نسكه، فإنه يتحلل يحلق وليس عليه فدية، ما عليه شيء. نعم، حسن الله إليكم. ويقول أيضا: من أحصر في العمرة فهل عليه إعادة في العام المقبل؟ العمرة لا، وأما الحج فنعم. يقول أيضا: من أحصر في الحج ولكنه لم يستطع أن يحصل على تأشيرة للحج مرة أخرى، فماذا عليه؟ يعني يتربص، فمتى أمكنه أن يحج لزمه فورا، يعني الحج على التراخي، فإذا تلبس بالحج فإنه يصبح على الفور، جاء واجبا على الفور، فإذا لم يمكنه أن يحج في ذلك العام تربص إلى أن يحج. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد